مش بس كلام. معنا أحد المواهب الليبية التي همشت ولكن لا زال يحاول الوصول والمضي قدما. إسماعيل بيباص من ننتقل من كمال القرقني لكمال أسلام إلى المسرح والركح المسرحي. الزميل إسماعيل بيباص، ظاهرة طيبة. ظاهرة طيبة عليك جلالة، وظاهرة طيبة عليك أحمد. ظاهرة طيبة يا صمعة والله. يا ريت التنفيذ، تحياتنا لك. شو حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. أكيد الموضوع يهمك إسماعيل بدرجة كبيرة. أولا تكلمنا على غياب ودعم وتهميش للموهبة الليبية، ربما تحركت المشاعر والوطنية من كمال القرندي بطل ليبيا والثالث أفضل لاعب في العالم في كمال الأسلام. تكلم على الدولة الليبية ووصفها ما بين قوسين نايم عليه ودنها. إسماعيل بيباص، انت ربما عانيت ولا زال تعاني من قله الدعم المادي المعنوي خصيصا على الركح المسرحي. فعلا يا جلال، الركح المسرحي والمسرح بصفه عامه دعم ما فيش، لما الدوله ما فيش دعم ابدا. حتى كان في مسرح واحد هو المنفذ الوحيد لكل مسرح اللي هو عنده نيه الموهبه بتاعته بيدير على المسرح هذا، سكروه وردوا لي الناس الاولى اللي هم مسرح الكشاف. ففي شباب يمكن اشبحتهم في السوشيال ميديا المده اللي فاتت، يمكن بتاع 3-4 ايام فاتوا. شباب عندهم مواهب، يعني سواء كانوا بنات او اولاد، ماشي ان هم يمارسوا في الموهبه بتاعهم. ما فيش مسرح، الله غارب، مشوا مدرسه قصدي، والمدرسه فتحت لهم ابوابها، قالت لهم ما عندكمش اي مشكله انكم انتم تعالوا الموهبه اللي عندكم، تعالوا قصدي ديروها هنا، يبرزوها هنا، يطلعوا بها. فجاه بعد فترة كنام انها مرة تصوير. يا اسماعيل، هم كانوا يتدربوا على مسرحية معينة تنعرض الايام الجاية، صح ولا لا؟ ان هم كانوا يتدربوا على مسرحية معينة، لكن قبل ما داروا المسرحية هذه عفوا قعدوا قريب شهر ان هم قعدوا ورشة عمل يديروا فيها باش ان هم يطوروا من نفسهم. طبعا في منهم اصدقاء نعرفهم واكاديميين اكاديميين يعني من الكليه نتاع قسم المسرح، مشوا غادي يعني من اساتذه ودكاتره يقروا فيهم، يعني مش واخدين على عبط، مش واخدين على شيء، ماشيين غادي يمارسوا في الموهبه. فجاه لقينا تصويرهم نزلات، وهذا شيني وهذا شيني، معقول هيك ليبيا وصلت؟ كيف ليبيا وصلت؟ تكت كان المسرح هو ابو الفنون، يعني يعطينا شعب، يعطيني مسرح، يعطيك شعبا متعلما ومثقفا، يعني المسرح هو يعني يملك اسماعيل بيباص، والله العظيم كلامك قشعر له الأبدان قسما بالله. ربما تحركت ممكن الحمية الآن وتحركت المشاعر، ربما حتى الدعم للأسف المعنوي من الشعب الليبي اللي هو ممكن. أنا شاهدت أكثر من تعليق كان مسيء لهذه المواهب، وأيضا طعن في شرفهم وطعن في هذه الموهبة، ومسمينهم يعني بمعنى أنه هو محترامي. وصلت حتى بعض الطريقات يقول لك ما عندهمش لا حسيب ولا رقيب. الشاهد كيف يخلوا أطفال زي ما يطلعوا ويمثلوا مسرحية معينة، ونسوا أن المسرح أنه ربما يغير شعوب ويغير ممكن حتى من ثقافة الشعب. فعلا يا جلالة، واللي قال لك كلامه هو اللي قال لك كلامه هو اللي في السوشيال ميديا، مش بطيف في التعليقات. الشباب ما اللي نعرفهم أنا معرفة شخصية، شهادة لله أن هم عندهم موهبة. يعني أنت في من كوميدي، في من يعني من اللي يدير لك تراجيديا، في يعني كوكتيل، يعني وقت ما انه هو يوقف على خشبة المسرح انت يبي يضحكك يضحكك، انت يبي يبكيك يبكيك. للأسف صحيح. حتى احنا نقولوا المخرجين هما بصفة عامة اللي يمثلوا لك يمثلوان يديروا لك في مسلسلات في رمضان، يعني ما تلفتوا يعني ما نشوف جهة المسرحيين بكرة. سموني فيها الكلمة هذه، كل من هب ودب من الشارع يلقطوا فيه ويحطوا فيه وبرا مثل، يعني حتى مسلسلاتنا انت نتفرجوا عليها احنا اعطيني توا الا من رحم ربي. بمعنى ادق اسماعيل، بمعنى ادق، مقتصرين على مواهب اللي هي اللي في الشارع، وانت لو وصفتها انهم غير اكاديميين، وحاليا فنانون جدد لم يسعفهم الحظ يسبب نقص الاحاطه والتأطير. بمعنى زيك وزي اصدقائك وزملائك اسماعيل، فنانون جدد وجوه جديده شابه، الوقت ما سعفهمش لتأطير هذه الموهبه وخروجها للعيان. فعلا يا جلال، حتى انت تديروا في الكاستنج هما جمال الجروب اللي هدرس لك انا يديروا في كاستنج يمشوا تمام، يعني ياخذوا في استحسان الناس. انت تديروا في الكاستنج ياخذوا في استحسان الناس، يعني انت يدير انت يوقف على الكاميرا ويقولها مثلا ديري المشهد وباكا، الموهبه اللي في داخله هو تتفجر في الكاميرا هذيك. لكن شنو المانع ان هم ما ياخذوش فيهم هذه لا تو على زوز علامات استفهام؟ والشيء الثاني يا جلال اللي بنقول لك عليه، تو احنا الدوله زي ما عارفين ان هي في ثبات عميق،
تبعد عن في المواهب لا شيء. يعني حتى زي ما قلت انت كمال قرقني وغيره ومغيره ومغيرهم ان هم من نفسهم. في حتى رهاجه في قصر يعني مشى عن طريق البحر مش انه هو عنده موهبه وفعلا دارها يعني فوق من هذا كله يمثل في ليبيا. لكن انا بقول لك على شيء بس انا حاب اني نطمن كل من يسمع فينا ويشاهد فينا ان في من العديد من الشركات ان هم حيفتحوا مجال للمواهب يا جلال ان شاء الله والله. وان احنا في حاجه ثانيه شركات خاصه ان هم تو حاليا على بيت ان هم يفتحوا مواهب فهمت يعني سواء كان غناء سواء انه هو كان تمثيل. فيا ريت يا جلال حتى احنا تو في كنا في برنامج تبع الموجه ان احنا كنا نجيبه في مواهب سواء كان غناء اكيد اكيد عندنا في المحور الاخير اسماعيل ربما الكل او تلخص او يصب في قلب واحد محتاجين لبرنامج لدعم هذه المواهب. وربما في هذا البرنامج سنصل لهذا الموضوع لبرنامج يجمع كل المواهب الليبية في قناة واحدة لإسقاط المواهب وأبرازها للعيان. شكرا لك. أنا كلمة أخيرة بالجلال قبل ما نفكر بس تو ما نعرفوا إن زي ما قلت لكم الدولة في صعوبات عميق لكن أي حد عنده موهبة ويقدر إن هو يوصلها يتجه إلى السوشيال ميديا في الفترة الحالية يعني سواء كان غناء سواء كان إن هو التمثيل أو تقليد أو إن هو طيب شاعر أو إن هو يرسم. في واحد من الممثلين أو المخرجين طلب رقمك يحيينا لكن إحنا الرقم يتواصل معك على صفحتك الشخصية على الفيسبوك. إسماعيل بيباز شكرا لك لوجودك معنا عبر الهاتف لتتكلم على ما يعاني الموهبة الليبية من دعم المادي والتهميش. شكرا لك. شكرا مش بس كلامي.